بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اطبخ وانجز. ان شاء الله النهاردة الفيديو بامر الله هيعجبكم جدا جدا. هنعمل الكباب على طريقة الحاتي واحلى من الحاتي. هننسى الحاتي ده خالص. هنعمل ان شاء الله كل حاجة في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله هنشوي من غير شواية كهرباء، ولا هنشوي في شواية الفحم، ولا اي حاجة من الحاجات دي. هنعمل فيديو كامل متكامل، طرب، كفتة، الكباب، كل حاجة تتخيليها هتطلع احلى من الحاتي بكتير، وبتتبيلة تحفة وما شاء الله حاجة كده، يعني مش قادرة اقولك، حاجة فظيعة. كان ريحة، اذا كان طعم، اذا كان شكل، بامر الله هتشرفك في العزومات، وهتشرفك وسط ولادك وزوجك، وحاجة كده في منتهى الجمال. ويلا بينا مع بعض نشوف عملت الحاجات الحلوة دي ازاي. اول حاجة هنبتدي بيها التتبيلة دي، الاتنين كيلو كباب، يعني الاتنين كيلو لحمة، اي بقى نوع خاصة بالشوي هقولك عليهم دلوقتي. الاتنين كيلو هنعمل كيلو بصل، للاتنين كيلو لحمة كيلو بصل ونص كيلو طماطم. هنجيب بقى الكبة وهنفرم فيها البصل كويس جدا، هننعمه خالص. لو الكبة ما مشيتش معاكي كويس ممكن تضيفي مش يعني ربع كوباية مية بس، ما تزوديش عن كده. هنصفي البصل، هنصفي الطماطم، هناخد التفل نحط عليه شعرة ملح وفلفل وعلى الفريزر عشان ما يطلعش ريحة، عشان هنعمل بيه الكفتة كمان شوية. التتبيلة بقى كده حاجة خرافة وبسيطة جدا، مفيش اي فيها افتكاسات. مية البصل، مية الطماطم، فلفل اسود، شوية سبع بهارات، معلقة صغيرة سكر، وليمونتين، علبة الزبادي. الزبادي هيطري اللحمة جدا جدا جدا، ما عندكيش فكرة هيخليها ازاي. مع الخل هيعمل كوكتيل كده طريان لقلب اللحمة. ما تقلقيش خالص من اللحمة، هتقولي بتشد، هتقولي اللحمة ناشفة، اديكي شفتي ما شاء الله اول الفيديو بتتقطع معاكي ما شاء الله في منتهى السهولة. هنحط كل التركيبة دي مع بعض، وهنحط لكل كيلو لحمة معلقتين زيت ومعلقة خل بس ممسوحة. الخل مع الزبادي مع الليمون هيدي طراوة حلوة جدا لأنسجة اللحمة. معلقة صغيرة بس صويا صوص لو ما عندكيش، معلقة صغيرة عسل اسود، بس كده. تركيبة بسيطة جدا، شوية ملح وفلفل وشوية بهارات بس، صغيرين كمان. يعني لو ما عندكيش حطي رشة جوز الطيب، هو ملح وفلفل. اللحمة كويسة مش هتحتاجي اي تتبيلة فيها اي افتكاسات. لازم بقى ندق اللحمة كويس عشان الأنسجة نطريها. دي ريش وقطع من الفخدة، الفخدة بتاعت الخروف. ما عندكيش بقى، مش هتجيبي ريش ولا هتجيبي حاجة ضاني خالص، هتجيبي عرق فليتو، لأن ده أنعم حاجة في العجول البقري. لو مش هتجيبي فليتو هتجيبي بتلو، يعني البتلو يا عرق الفليتو يا الريش الضاني مع الفخدة الضاني. الكتف للأسف ما بينفعش، بيبقى ناشف شوية وما بيطلعش لحم كويس، لكن فخدة الخروف تقدري تطلعي منها مثلا لو 4 كيلو 3 كيلو تقدري تطلعي اكتر من نصها لحمة، والباقي ممكن تسلقيه بقى تعملي عليه بامية تبقى تحفة. هنحط بقى اللحمة في قلب التتبيلة، مش هنضيف ملح خالص، ما ضفناش اي نقطة ملح. بكرة ان شاء الله بإذن الله تاني يوم يعني بتضيفي بقى الملح قبل ما تسويها بساعة بس كده. الكفتة بقى حاجة كده عظمة، هنعمل منها الكفتة والطرب. ده كيلو لحمة، لازم تضيفي عليها ربع كيلو دهون، دهون يدوش يأمتا قطعة من اللية بتاع الدهن الخروف. هنحط عليهم بقى نص كمية البصل بس، يعني بصلتين كبار، ملح وفلفل، معلقة صغيرة كزبرة، شوية سبع بهارات كده بسيطة، ومعلقة الخل. معلقة الخل دي بتطري الأنسجة بتاعت الكفتة وهتبقى جميلة جدا مع معلقة البيكنج باودر، هتديها طراوة. ومعلقتين كبار نشا بس كده، وشوية بقدونس. احنا عملناها قبل كده بانيه، كانت نفس التركيبة بس من غير الدهون، كانت نسبة الدهون بسيطة جدا. لازم تنعمي ورق البقدونس، تقطعيه كويس قوي عشان ما يبقاش ظاهر في قلب الكفتة والطرب.
التركيبة سهلة جدا جدا، المقادير هكتبها لك في صندوق الوصف وطبعا بنزلها لك على الشاشة. تعجني بقى كويس قوي 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 لحد ما يبان خيوط. دي معلقة الخل اخر حاجة بضيفها، اللي شاف معايا فيديو الكفتة قبل كده هيعرف ان معلقة الخل دي مهمة جدا مع معلقة البيكنج باودر، بتدي طراوة ما تبقاش مكتومة. لازم بقى نديها لفة بالكبة يا أمتى نعجنها أكتر من 10 دقايق. بصي فرق اللون عامل ازاي، لازم تبقى باينة كده ان هي فاتحة بالرغم ان هي اصلا ما شاء الله اللحمة حمرة، لكن لازم الخيوط تبان فيها عشان تربط على السيخ. برضو هنحطها في التلاجة، لازم تشمع كده وترتاح ليلة كاملة. هنحطها بقى جنب اللحمة وتاني يوم ان شاء الله بقى نشوف هنعمل ايه. عدى الليلة كاملة، هنضيف بقى الملح ونبتدي بقى نشتغل ايه علشان خاطر نشوي. دي الكفتة اهي، ده المنديل بتاع الخروف. طبعا احنا في موسم العيد، كل سنة وانتم طيبين، الحاجات دي متوفرة يعني كتير، يعني في بيوت كتير ما شاء الله بتذبح، وبرضو هتلاقيها حتى لو بعد العيد هتلاقيها برضو عند الجزارين. بتقطعيه بقى كده زي ورق العنب او ورق الكرنب حسب بقى المقاس اللي انت بتحبيه، انا بفضله وسط لا صغير ولا كبير. انا بقى شكيت الكباب في قلب الشيش اللي نقعت عصيان الشيش قبل ما اشوي بساعتين، وشكتهم بقى كده في قلب السياخ الصغيرة كأني بعمل شيش تاوك بالظبط، وبسيبهم بقى يصفوا، مش عايزة مية في الكباب خالص، مية التتبيلة مش عايزاها. وهنبتدي بقى ايه نلف بالظبط كده كأنك بتلفي ورق عنب. انا مبطأت الفيديو علشان ان شاء الله الطريقة تبقى سهلة للمبتدئين. ما تنسيش الكباب مش هنحط له ملح خالص غير تاني يوم قبل الشغل بساعة، ولازم الحاجة تطلع من التلاجة الكباب بالذات، لكن الكفتة من التلاجة على السيخ على طول. هبتدي بقى احطهم في العصيان الكبيرة، دي عصيان تخينة شوية علشان خاطر تديني تجويف كويس للكفتة وللطرب عشان يستوي من جوه، لكن الشيش زي بالظبط الشيش تاووك بتبقى العصيان رفيعة. انا عملت اكبر كمية كانت الطرب، الكفتة بس عملت حوالي 4 اسياخ، لان طبعا الطرب يعني بيبقى اطعم من الكفتة بكتير. انت بقى وذوقك واللي انت عايزاه، مش عايزه طرب خالص هتبقى الكميه كلها كفته، هتبقى تحفه تحفه ان شاء الله. هيعجبكم الفيديو ده جدا، واللي هيجربه ان شاء الله يدعي لي. انا الطريقه دي بعملها من زمان ومعتمده عندي، وما شاء الله يعني ما بتتاكلش غير عندي، يعني ما شاء الله تحفه، باذن الله تعجبكم جدا. انا كده بصبع الكفته وباخد من مية الكباب وبعمل بيها، ببصم بيها بس كده ايدي، يعني بلة خفيفة جدا جدا زي ما عملت في الطرب، وبتك على الطرفين علشان خاطر ما تقعش منك لما تحطيها في الشواية. ان شاء الله فيش حاجة بتقع، التركيبة ممتازة والمقادير مظبوطة 1000000%. وديكي شفتي الفيديو في الاول، وهتشوفي ان شاء الله في الاخر بعد التسوية واثناء الشوي كمان. الطريقة سهلة جدا زي ما انت شايفة كده. برضو في عندي فيديو على القناة في اول ما فتحت القناة للكفتة والطرب برضو لوحدهم، ما شاء الله بقى هتولعي الفرن قبل التسوية بربع ساعة، يبقى سخن جدا الرف الاوسط. انا بص الكباب هنا الصف خلاص من التتبيلة، هحط بقى سواج فيه لنص لتر مية وعليه الشبكة او شبكة الفرن بتاعتك، لو ما عندكيش شبكة زي كده براحتك اي شبكة، حتى لو شبكة الفرن الاساسية يبقى تحتها الصاج بس، وتحطي فيه كمية مية زي ما انت شايفة كده. المراحل بقلبها كل 10 دقايق عشان تستوي من جميع الاتجاهات، وقبل ما بطفي ب10 دقايق بشغل الشواية. انا بقى سايباه براحته على بال بقى ما نسويش الكباب فوق ان شاء الله على الجريل بمنتهى السهولة. دي قطعة من المنديل كانت تخينة شوية، لمعت بيها بس الجريل ونزلت بقى بالعصيان الشيش بتاعت الكباب زي ما انت شايفة كده، ما فيهاش تتبيلة خالص. احط انا بقى التتبيلة لما بعوزها، لان اللحمة محتاجة،
عشان ما تنزلش ميه واللحمه تتسلق منك. احنا عايزين تشويحه نقفل المسام وتستوي على السخونه بتاعه الجريل، عشان هندخلها بس الفرن 5 دقايق فوق الطرب قبل ما نطلعه، مش اكتر من كده، لان هي لحمه صغيره ومش هتاخد سوا خالص. بغطي كده بس، اللي هو مش بغطي جامد زي ما انت شايفه البخار، بس احبسه شويه. هنا خلاص كانت ابتدت تخش في السوا. الطريقه يعني شرحه نفسها سهله جدا. هعمل الدور الثاني وكده خلاص الكميه كلها ما شاء الله خلصت، لان اللحمه طبعا كميتها بتقل كميتها بالتسويه. هنا حطيتهم كلهم علشان ياخدوا كلهم سوا ولون واحد، لون الكرمله التحفه دي، ودخلتها الفرن بس فوق الطرب 5 دقايق مش اكتر. تحفه النتيجه والريحه مش قادره اقولك. مش محتاجه فحم اصلا، يعني مش محتاجه فحم تقولي انا بشوي، انا الكباب بيبقى طعمه احلى بالفحم، لا هي كده تحفه. بس انا هعمل فحمايه بس كده علشان خاطر ايه، نقول ان احنا شوينا على ريحه الفحم بس مش اكتر. دي قطعه من الدهون برضو على الفحم، لان الزيت بيطفي الفحم. لو عندك قطعه ليا حطيها. ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هنعمل الرقاق والفرخه الجميله دي، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. التسويه تحفه زي ما انت شايفه، حاجه طريه جدا جدا جدا. الكفته في منتهى الجمال، يعني حاجه كده احلى من الحاتي، وداعا للحاتي. بعد الفيديو ده ان شاء الله مش هتجيبوا حاجه من الحاتي ابدا. كيلو لحمه وكيلو كفته هتعملوا بيها اعظم كباب. طبعا الاكله دي غاليه قوي قوي بره، انت في موسم غير موسم، 2 كيلو لحمه يغرقوا الدنيا ما شاء الله. كمان الفرخه تحفه، عاملاها بطريقه نفس طريقه الحاتي. ان شاء الله عشان تتشوقي للفيديو الجاي ان شاء الله. الرواق كده حاجه عظمه، ولا الفطير المشلتت حاجه كده تحفه. يعني الحاجه ما شاء الله بتتكلم عن نفسها، وان شاء الله هتعجبكم جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتدعوا لي، يعني يا ريتكم شابين الريحه ولا الطعم. ما شاء الله حاجه كده اخر جمال. تكوني بقى الطبق براحتك، حاجه كده عظمه. اديكي شايفه المنظر ما شاء الله. لو كان في بس وقت ان انا ما تقلش عليكم، كنت عملت معاكم الرقاق والفرخه مع بعض، لكن عشان بس وقتكم وما تزهقوش مني. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.